قال نائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن هناك أفكارا متعددة بشأن المحور الاقتصادي ضمن الحوار الوطني. وأكد النائب أكمل نجاتي على ضرورة خلق حيز مالي جديد للدولة من خلال محاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي وتقديم حوافز ضريبية جديدة. الحقيقة المقترحات طبعا بتختلف باختلاف الأيديولوجيات، لكن طبعا الهدف واحد هو يعني حماية الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها. الحقيقة ان في يعني كلام أثير كثيرا في الجلسة، كان في كلام على زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. احنا بنتكلم في تنسيقية على خلق حيز مالي جديد، يعني نحاول نوجد نضم الاقتصاد الغير رسمي، نعمل حوافز ضريبية ونقلل من الإعفاءات علشان نقدر نوسع دائرة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. برضو بنتكلم على فكرة التمويل الشعبي للمشروعات القومية، وده موجود في بعض الدول، ومصر كان يعني كلنا عارفين المجهودات اللي الشعب المصري عملها في ايام المجهود الحربي، فهي نفس النظريه. لو انا عايز اعمل مشروع قومي الناس ممكن تكتتب فيه زي ما عملنا في قناه السويس.